اعتصام جماهيري جاء من فلسطيني الشتات في عمان أمام مقر هيئة الأمم المتحدة متزامنا مع كلمة السيد الرئيس التاريخية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي طالب به التصويت لصالح طلب عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. خطاب الرئيس خطاب تاريخي هام بسجل برهة في تاريخ الشعب الفلسطيني وفي تاريخ النضال العربي ككل وفي تاريخ نضال كل شعوب الأرض في وقفة بارزة ضد الاحتلال ومن أجل الاستقلال. عالميا يجب على الجميع أن يعترف بدولة فلسطين ويدعم حق الشعب الفلسطيني في دولته، ونقول لأمريكا لا للفيتو الأمريكي الذي تهدد في أمريكا، هذا غير مسموح. حق الشعوب، الشعب الفلسطيني هو آخر شعب محتل، لا يقبل هذا. الكل الفلسطيني في الشتات تابع كلمة السيد الرئيس بكل حواسه، فانتفض من سبات طويل وأعطته الكلمة دفعا وألقا غير محدود. فمن اليوم غير مسموح للفلسطيني إلا أن يظل منتصب القامة مرفوع الهامة، فالحلم الذي طال انتظاره لأكثر من 60 عاما آت. احنا ابناء المخيمات في الشتات نشد على ايدي رئيسنا وقائدنا ابو مازن ونقول له لقد وفقت في كلمتك امام هيئة الامم المتحدة ونحن من خلفك سائرون. احنا كحزب نشام الوطن نطالب بكل قوة بدعم دولة فلسطين، شاء من شاء وابى من ابى، إن كان بده أوباما أو ما كان بده فلسطين دولة وراح تكون دولة مدام الشعب صامد. صورة ولا أبهى، العالم كله صفق لكلمة الرئيس القائد محمود عباس لما تحمله من صدق وجرأة في الطرح لم يعهدها العالم، فكان الفدائي تارة واللاجئ المشرد تارة والقائد تارة والزعيم تارة والفلسطيني الذي لا يتنازل عن حقه مهما طال كل الوقت. كلنا بندعم جهود السيد الرئيس محمود عباس وبندعم دور منظمة التحرير يعني الأبدي زي ما حكى الرئيس لحد قيام دولة فلسطين. الخطاب رائع وسيادة الرئيس أكد على ثوابت الفلسطينية وأن منظمة التحرير ممثل الوحيد للشعب الفلسطيني. مشاعر الفلسطيني في الشتات امتزجت بالفرح والفخر والشموخ لاستعادة هيبته الفلسطينية من خلال قيادة حريصة تعمل بدبلوماسية عالية تمكنت من إقناع العدو قبل الحبيب بسياستها المنادية بالسلام ومن أعالي المنابر العالمية للوصول لدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، دولة قابلة للحياة فهي الحلم المنتظر فقط. سناء مفلح، تلفزيون فلسطين، مقر الأمم المتحدة، عمان.